وإلى خبر آخر، تنتهي في نهاية الشهر الحالي مهلة استفادة المكلفين من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 25% في حال تسديد أصل المطالبات الضريبية المستحقة عليهم. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبية الدخل والمبيعات إلى تسديد أصل المطالبة قبل نهاية 31 من الشهر الحالي للاستفادة من قرار إعفاء الغرامات على المبالغ المترصدة عليهم. وشمل قرار مجلس الوزراء إعفاء الغرامات والفوائد القانونية لمستحقات عام 2014 فما قبل.